الصور هي لعناصر الفرقة الأمنية المختلطة الخاصة بتأمين المؤسسات التعليمية بتطوان. عملها ينطلق مع بداية الدراسة لتمنح أولياء الأمور بالدرجة الأولى للاطمئنان على أولادهم داخل المحيط المدرسي. عمل يومي للفرقة الأمنية المدرسية يقوم على تمشيط محيط المؤسسات التعليمية وضمان سلامته والقضاء على مختلف أنواع الجريمة به. تم تدارس مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية، وذلك في سبيل محاربة والتصدي لجميع أشكال الانحراف على مستوى بعض المؤسسات. أزيد من 2000 جريمة تم التصدي لها بمختلف المؤسسات التعليمية خلال سنة 2013 على الصعيد الوطني، منها جرائم تمت معالجتها على الصعيد الإقليمي بفضل التنسيق بين رجال الأمن ورجال التعليم، مما يبرز الدور المهم لهذه الفرق على مستوى المؤسسات التعليمية. السنة الفارطة تم إيقاف 37 معالجة 37 قضية فيما يتعلق بالمخدرات، ثم 96 قضية في قضايا مختلفة، يعني مجموع القضايا التي تمت معالجتها 93 قضية. فيما يخص الفرقة الأمن المختصة بالأمن المدرسي، هذه الفرقة اللي ماشي لأول سنة كنتعاملوا معها، هذه السنة الثالثة ونحن كنتعاملوا مع الفرقة هذه، بحيث أن السنة الثالثة ما عمرني ولو مرة واحدة وقعت في شيء مأزق ناحية ديال الأمن أو أصيبت المؤسسة بأذى. عناصر الفرقة الأمنية المختلطة لتأمين المؤسسات التعليمية ينطلق عملها بدءا من الدخول المدرسي، إذن من أجل محيط مدرسي آمن يحمي المؤسسات والتلاميذ من مختلف أنواع الجريمة.